لو محتارة تعملي اكل ايه النهاردة تعالي بسرعة اقولك على اكلة سهلة وسريعة وطعمها بيكون حلو جدا هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحطي اللايك بتاعك عندك نص كيلو دقيق يلا بسرعه تعالي ورايا عشان هنعمل اكله الولاد كلها هيموتوا فيها وكمان عايزه اقول لك اللي الكبار كمان بيحبوها هنعمل النهارده حواوشي اسكندراني في البيت طعمه حلو جدا والطريقه والمقادير بسيطه جدا معايا في العجان حوالي نص كيلو من الدقيق حطيت عليهم ربع معلقه من الملح وحطيت عليهم معلقتين من السكر وحطيت كمان معلقتين من اللبن البودر ودوت اختياري حابه تحطيه حطيه مش حبة خلاص وكمان حطيت حوالي معلقه كبيرة من الخميرة وقلبت كل المكونات الجافة دي مع بعضيها وبعد كده هكون محضرة معايا مكعبين من الزبدة ودول اختياري بس عايزة اقولك لو متوفرين عندك حطيهم ما يخلوا العجينة راحة في حتة تانية والطعم يكون حكاية ربع كوباية من الزيت كويس جدا على نص كيلو الدقيق نزلت بالزيت وبدأت اللي انا اقلب كله مع بعضه بالشكل دوت كده طبعا تقدري تعجنيها على ايديكي لو مش متوفر عندك عجين النتيجه هتكون كويسه وزي الفل هتحطي كل المكونات الجافه في الاول وبعد كده تعجنيها تنزلي بعد كده بالسوائل حبه حبه معايا كوبايه ميه دافيه مش سخنه دافيه وهبدا انزل كده تدريجيا بالميه بتاعتي لحد ما العجينه تلم معايا وطبعا هنا انا كنت بزود السرعه شويه بشويه عشان تتعجن معايا بسرعه هتقدري تعجنيها قد ايه تعجنيها لمدة عشر دقايق هتديكي النتيجة كويسة جدا عشر دقايق على ايديكي في العجان هيبقى اربع دقايق خمس دقايق والعجينة بتاعتك هتكون تمام وزي الفل طبعا طلعي بقى كل حاجة جواكي طلعيها في العجينة يعني اهريها كده بوكسات بنيات زي ما انت تحبي المهم للعجينة تكون معاكي لينة وزي الفل في المرحلة ديت العجينة كانت لسه محتاجة تتعجن تاني فشغلت عليها العجان شوية كمان وهزود شوية مية شوية صغيرين جدا اقل من ربع كوباية زودت السرعة شوية عشان محتاجة اللي هي تتعجن بسرعة جدا علشان خطر تتلم معايا وبالفعل في الوقت دوت العجينة كانت زي الفل زي ما انت شايفاها كده عجينة طرية جدا لينة معاكي سهلة التشكيل وبس كده تعالي كده نشوف مع بعض هنعمل فيها ايه تاني مع بعض خلص كده هبدا بقى اللي انا اشيل بقى العجان انا مش محتاجاه معايا في المرحله ديت انا عايزه الم العجينه بتاعتي كده كلها كوره ببعضيها وهسيبها تخمر لمده ربع ساعه الربع ساعه ديت تعالي نحضر مع بعض فيها العجين... الحشوه بتاعه الحواشي لإن هنعملها بطريقه المره دي جميله جدا طبعا كلنا في الوقت دوت عندنا لحمه في البيت سواء لحمه مفرومه او لحمه صحيحه لو لحمة مفرومة يبقى الدنيا عندك تمام وزي الفل لو لحمة صحيحة تقدري اللي انت تجمديها شوية في الفريزر وتبشريها في المبشرة طيب يا هبه المبشره بتكون صعبه قوي لو عندك كبه حطيها في الكبه الاتنين هيدوكي نفس النتيجه ان شاء الله حضرت كميه حلوه من البصل يعني بمعدل ربع كيلو من البصل عشان الكميه اللي انا هعملها حوالي كيلو الا من اللحمه فربع كيلو بصل ويعني ممكن نقول ازيد من ربع كيلو شويه نبشر البصل او نضرب البصل في الكبه كويس جدا لحد ما ينعم معانا وتبقى البصلايه ناعمه أوي وطبعا محضره معايا كام قرن فلفل رومي ولو عايزه حراق مفيش اي مشاكل خالص ممكن كمان تحطي هريسه الفلفل الاحمر هتديكي النتيجه كويس لو عندك فلفل الوان تقدري اللي انت تحطيه بردو بعد ما خلصت كميه البصل كلها جبت بعد كده الفلفل وبدات اللي انا اضربه في الكبه عايزاه برضو ناعم عشان لما اجي احط جوه الرغيف الحواوشي ما احسش بطعم كده في مميز بين اللحمة وبين البصل بين الفلفل اللي عايزة كله يبقى الخليط مكس مع بعضه عشان يديكي نتيجة كويسة بعد كده معايا حبيتين من الطماطم وبرضو هضربهم مع بعض كويس جدا طماطم بحالها صحيحة مفيش اي مشاكل خالص يعني ما تشيليش القلب بتاعها احنا محتاجين القلب بتاعها دوت في السوائل علشان خاطر في الاخر خالص لما تيجي تعملي قطعة اللحمة جوه رغيف الحوشي يديكي نتيجة حلوة انا حطيت اتنين من الطماطم وبعد كده هنزل بقى بكل دوت كده مع بعض تقدري تحطي توم لو انت بتحبي طعم التوم في الحواوشي لو انت مش عايزه خلاص تقدري تستبعدي خالص الوصف تعالي بقى نشوف التوابل اللي احنا هنحطها حطيت ملح من كل حاجه معلقه صغيره وبعد كده حطيت سبع بهارات فلفل اسود كمون حطيت بابريكا كزبره شويه صغيرين من الالفة والجنزبيل شويه شطه صغيرين جدا معاه هنا ورق لورا مطحون حطيت منه حوالي ربع معلقه وقلبت كله مع بعض اي نوع توابل من اللي انا قلتها لو مش متوفر عندك تقدري تستبعديه مفيش اي مشاكل خالص في بهارات اسمها بهارات الحواوشي بتتباع عند العطار تقدري تجيبيها وتخليها متوفره عندك هتدي طعم حلو قوي ممكن كمان تضيفي بهارات مشويات او تضيفي كمان ثم آه بيبقى طعم حلو جدا مع الحواوشي قلبت بقى كله مع بعضه التوابل اللي انا حطيتها مع الخضار اللي انا ضربته وبعد كده نزلت بكميه اللحمه هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الاقيهم كلهم تماسكوا مع بعض وطبعا اللحمة التتبيلة وصلت لها والدنيا تمام وزي الفل عايز اقولك اللون الاحمر مع الاخضر مع البصل مدي شكل حلو جدا للحمة لما بتبقى جوه رغيف الحوش بيبقى طعمه حلو يلا بسرعة يا ست الكل خذي فكرة ونفذيها بكرة ان شاء الله باذن الله الطريقة تطلع ناجحه معاكي وجميلة وزي الفل في الوقت دوت كانت العجينة خلاص خمرت معايا بالشكل ده مش هعمل فيها اي حاجة خالص ولا هعجنها تاني علشان خاطر انا مش عايزة اخرج الهواء اللي جواها انا هقسم الكوبايتين دي هقسمهم على اربع كبر يعني هعملهم اربع آه سندوتشات من الحواوشي هتشوفى دلوقتي طبعا عايزة اقولك رغيف الحواوشي بسم الله ما شاء الله طلع حجمه كبير جدا جدا وقسمته على اربعة هنا بعد ما قسمتهم على اربع كور سبتهم يريحوا لمده 3 دقايق وكنت حضرت معايا طبق في زيت وهبدا ان انا اخد الكوره كده وابدا ان انا اروح فرديها واكون عامله كوره كمان من اللحمه واحط كره اللحمه على رغيف الحواوشي وابدا ان انا اقفله كويس جدا هيتقفل معاكي بسهوله جدا زي البقجه كده ما تخافيش مش هيتفتح ولا اي حاجه خلاص كده عملنا الرغيف الاولاني تعالي نعمل الرغيف الثاني طبعا الاحمر اللي بيبقى على العجينه ده ده مطرح ايديا لما مسكت اللحمه بيها الاحمر اللي هي الطماطم يعني عملت كوره من من اللحمه وبدات ان انا اعمل زي الرغيف الاولاني بالظبط وبرده بيتقفل معايا بكل سهوله يعني لو عندك كوبايتين دقيق تقدري تقومي تعملي الطريقه ديت عايزه اقولك اللي هترمي معاكي كتير جدا وكل البيت هياكل وهيشبع وهيفيد كمان معاكي لحمه لو عندك كمان جبنه موتزاريلا تقدري تحطيها في قلب الرغيف من جوه هتدي نتيجه حلوه قوي طبعا انا فضلت ان انا اعمل رغيف الحوشي بالشكل دوت علشان خاطر ما اعملش رق من فوق ورق من تحت وابدا ان انا اقفله بايدي لا انا عايزه يبقى الرغيف شكله رغيف كده زي اللي بيتباع في المحلات بعد كده حطيتهم في الصينيه المدهونه من الزيت وبدات ان انا اسيبهم شويه يخمروا وبعد ما خمروا بدات ان انا افردهم بإيدي وابطلت ابططهم شويه لان اللحمه اللي جوه لما تفرديها بايديكي هتتبطط وتاخد نفس وضع الرغيف في الوقت دوت كانت الحواش بتاعي خمر وكنت ولعت الفرن على درجة حرارة 220 على الرف الوسطاني هبدأ اللي انا ابططه كده واروح مخرماه بالشوك عشان ما يتنفخش معايا في الفرن هدخله على الرف الوسطاني على درجة حرارة 220 مش هشغل الشواية لو الفرن عندك ضعيف شوية شغل الشواية في الوقت ده كان الحواش طلع من الفرن وبسم الله ما شاء الله عمل معايا كمية كبيرة جدا وكمان الطعم حكاية يعنى عمل معايا كوبايتين دى عملوا معايا اربع رغيفه من الحواوشى بس عايز اقولك كل الرغيف ما شاء الله اتنين بياكلوا فيه لان كبير جدا يعني نص واحد هيكفي ان شاء الله باذن الله بصي قد ايه طري وجميل ومتماسك وطعمه حلو جدا وما تقوليش اللي هو ناشف ولا اي حاجه اول ما يخرج من الفرن وهو محطوط في الصينيه رش عليه شويه ميه وغطيه باي فوطه عندك هيبدا اللي هو يطرى معاكي وهيبقى جميل وزي العسل بس كده خلاص اكلتنا النهارده حطيت مخلل تقدري تعملي طحينه فضل لحمه عملتها بالعيش البلدي بتاعنا